بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية مستمرة حتى للحزة في مجازيحها ضد أهالي غزة، وذلك رغم تسوية مجلس الأمن وموافقة على وقف إطلاق النار، حيث يتركز الخصف الحالية على رفح وخان يونس، مما خلف أكثر من 66 شهيدا خلال ال 24 ساعة الماضية. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد شهداء القطاع منذ بدء العدوان 32,414 شهيدا والجرحين نحو 75,000. في هذا بالتزامن مع حصار الجيش الإسرائيلي المستشفين في خان يونس جنوب غزة، كما وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من أن الآف الأشخاص المعاصرون في مستشفى ناصر في خان يونس وأن حياتهم في خطر. من الناحية الأخرى، وصفت فرنسا البانيس الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للحكم حقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي على غزة بأنها إبادة جماعية، وقالت أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف فإنه تعتقد أن الإعلامية العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول حية بمناسبة إبادة الجماعية. وزير الخارجية الألمانية أنالينا للرئيس الفلسطيني محمد محمود عباس التقى بيربوك في رام الله، وقال الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ودولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة أو ضفة الغربية ترفض بشكل قاطع ترحيل أي مواطن الفلسطينيين، وقال إنه لا ينبغي فصل قطاع غزة ببقية الفلسطينيين، ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى القيام بدور في ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والتربية إلى غزة، اتحاد للتخفيف من محنة الجماهير الجائعة بسبب المهاجمات الإسرائيلية الوحشية. وجه رئيس الوزراء محمد شهباز شريف بإجراء تحقيق مشترك شامل في هذه الحادثة بالشام واستخدام جميع موارد الدولة لهذا الغرض. هذا وقال في كلمة أمام استمارة في المصطفى في إسلام آباد. في سياق الحادث الإرهابي في بيشام، إلى الآن باكستان يريدون أرقلة طريق التنمية باستحاثات ستار الإرهاب، وإن إجراءات التي تستحدث الصداقة الصينية تهدف إلى خلق حالة من عدم الثقة بين الأخوين، وهذا العناصر سوف تفشل. في جانب الأخرى، أكد قائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير أثناء العرض عن آرائه في اجتماع تصميم القوات المسلحة القضاء على الإرهاب في البلاد، وقال إن الأمم الباكستانية حاربت الإرهاب بالثبات على مدى العقدين الماضيين، وقد سعى العضو مرة أخرى الحكم على تصميم حلبة وطنية والدولة. هذا أكد أنه سيتم ضمان الأمن لجميع الرعاية الأجانب في باكستان وخاصة المقيمين الصينيين، وقال إنهم سيواصلون الحرب حتى نهاية الأخرى الإرهابيين وسيقودون على هذا العناصر بشكل كامل وبكل قوة. قال وزير الإعلام عطاء الطارر إلى الحادث الذي وقع في بيشام أمس محزنا للغاية ومستحرجا، وتم إجراء مشاورة حول إنشاء المعارف التقليدية. كما وجه رئيس الوزراء إجراء تحقيق كامل في الحادث، وقائد الجيش الوزراء الاتحاديون وزراء الإعلام وإذاعة والتلفزيون. كما شارك في الاجتماع رؤوس الوزراء وبعد الحادث، قام رئيس الوزراء محمد شهباز شريف بزيارة جميع السفارات الصينية وعرب أن تعازي للسفير الصيني وأكد لهم على جديد وسلامة سير التحقيقات. قال وزير التخطيط الاتحادي إحسان إقبال أثناء تروسح اجتماع اللجنة التوجيهية إنه من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية تحتاج جميع مؤسسات البلاد لجهود منطقة الاستخدام الفعال لمواد وتحديد الأوليات بشكل صحيح، وقال إننا بحاجة إلى اتخاذ الخطوات لتحقيق النتائج أفضل مع العيش في الموارد الحالية.
وأضاف أنه ومن أجل زيادة الاحتياطات النقد الأجنبي علينا زيادة الصادرات وذلك خلال السنوات الثماني المتقبل. انتهى اليوم آخر معاد لسحب أوراق الترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ، وستجري الانتخابات 48 مقعدا في مجلس الشيوخ في الثاني من أبريل، وستجري الانتخابات على 12 مقعدا في بنجاب والسن ومسلحة في بلوشستان و11 مقعدا في خيبر بختونخوا. بدأ تنظيم القاعدة الإرهابي في الحصول على معطين القدم في أفغانستان مرة أخرى. لقد كانت أفغانستان دائما موكلا للمنظمات الإرهابية، ولكن بعد حكومة طالبان الأفغانية حصلت المنظمات الإرهابية على مزيد من المرافق هنا. أنا أمل يمنح الفرصة للإستيحار، وبعد وصول حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة تتحصلت حركة طالبان الباكستانية وتنظيم القاعدة إلى جانب تنظيمات إرهابية أخرى على ملاذة آمنة، مما سهل على هذا التنظيمات القيام بإنشطة إرهابية. وبحسب تقرير للجزير فإن أفغانستان دائما ما تستخدم أراضيها للنشر الإرهاب، ونزل كون أفغانستان موكلا. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.